علي وعمك. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن، والله من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلوا على محمد وآل محمد. الآية القرآنية الكريمة تتحدث عن الأسرة باعتبار تذكر الزوجات الأزواج والذرية، وعلماء الاجتماع يعرفون الأسرة بأنها الأولاد والزوج والزوجة، وأكو بعض يضيفون إلها الجد أو الجدة إذا عاش مع الأسرة تحت سقف واحد. والأسرة في اللغة هي اسم لدرع حصينة عند العرب، أكو درع قوية عند العرب يسموها الأسرة، فأخذت تسمية الأسرة منها. يعني في الأصل هو لدرع حصينة، ليش؟ لأن الإنسان يتدرع بأسرته، يعني المرأة الزوجة أو الزوج يصير ملاذ الأسرة، يعني يصير إلا مثل الدرع اللي يتدرع به مصائب الدنيا. ولا تتصور صحيح دائما مثلا افترض المرأة كائن أضعف، بس مو دائما ان المرأة توقع يعني الرجال يصير لها متكئ، لا، بعض الاحيان يمرض هذا الرجل وما عنده يصير الا اسرته. على كل حال فاذا الاسرة زين. احنا الاسرة منين تتكون؟ عادة الاسرة تتكون من مجموعة افراد. المجتمع منين يتكون؟ يتكون من مجموع الأسر. فإذا كانت الأسرة صالحة صار مجتمع صالح، والمجتمع إذا كان صالح يصير به أمن اجتماعي. شوفوا إخواني، الإنسان إذا أمن على ماله وعلى عياله وعلى داره شو يصير عنده؟ يصير عنده استقرار. الأمن الاجتماعي الآن أغلب المجتمعات تعيش القلق الاجتماعي، ماكو أمن اجتماعي. تدري ليش؟ لأن الفساد تفشى، صار أكو فساد بالمجتمعات، وهذا الفساد إذا تفشى يضيع الأمن الاجتماعي. المجتمع ما يعود آمن، ما يعود آمن على عياله، ما يعود آمن على عرضه، ما يعود آمن على ماله. وإذا صار قلق اجتماعي بعد ما لها قيمة الحياة زين. فإذا الأسرة، والأسرة أس الأسرة وتكينونتها بالزواج، مو لما يتزوج. والإسلام عنده اهتمام واستحباب كثير وكبير للزواج، مو احنا عندنا بالروايات اللي وردت عن النبي صلى الله عليه واله ان ركعتين يصليها المتزوج
أفضل من 70 ركعة يصليها الأعزب. هذا شنو هذا الإيراد من عنده؟ هذا دفع باتجاه الزواج، باتجاه أن يتزوج الإنسان. ليش؟ سأبين لك أكو مجموعة من الأسباب آخر المتوفرة منها الأربعين دقيقة. أولاً الله غرز غرائز بينا، وهي الغريزة إيش تحتاج؟ تحتاج هذه الغريزة إن الإنسان وخر الصدر وطي صوت حتى شوية عين صوت. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أودع فينا مجموعة من الغرائز، عندنا غرائز بينا. هذه الغريزة لابد أن الطاقة هاي خلينا نسميها لابد أن تنفذ من الإنسان. فأما أن تنفذ بالطريق المعوج أو لا، تنفذ بمن؟ بالطريق السليم. والطريق السليم هو الزواج. مو نقول الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم السفاح، يعني هذا شريعة الزواج تستوجب الحمد منا، لأن بدون الزواج أعراض الناس كلها تصير سائبة، بعد العلاقات تسيب وتضيع، مو تضيع الأنساب وتضيع بعد ما ينعرف عمها من 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 أبوها على تعبير. على كل حال، فأولا إن الله أغرز غرائز، هاي الغريزة لابد أن تطلع بطريق. الله قال هذا الطريق، الطريق هو الزواج. وعندنا بالروايات تأكيد ومن أئمة أهل البيت من النبي باتجاه الحث على الزواج. من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في نصفه الآخر. هو الإنسان إيش عده؟ هل بين اللي بين فكه اللسان هذا مو وبطنه وما بين رجله الإنسان الفرد؟ يعني ما عندنا نساء، مو ما عندنا نساء نقدر نحكي، يعني الإنسان بهل هالثلاثة هذه، هالبطن هذه، هاللقمة هذه، وهذا اللسان إذا حفظه، وهذا الفرد إذا حفظه، بعد ما عنده شيء هنا لذائذ الثلاثة. أو للأسف يعني يصير الغيبة لذة يتلذذ بها، بعض يقول هاي فاكهة. على كل حال، على كل حال يقول الغيبة أدام كلاب أهل النار. هل أذكر ما دام ذكرت الغيبة؟ والله مو على بالي، بس خلي أقول لكم هذا الحديث اللي يوقف للإنسان إذا عنده تقوى وعنده ورع. يقول إن درهما في الربا أعظم من 70 زنية بذات محرم، والغيبة أعظم من ذلك. اللي يستسهلها البعض، كنا سولا كنا نقص بيك. على كل حال، في الإسلام إذن أولا جعل مسرب لهذه الطاقة، لهذه الغريزة بالزواج، ويأكد على الزواج، وأكد على استحباب الزواج، وأكد على أنه لا تخشى من الفقر. بل في بعض الروايات إذا عشت العسر وأنت أعزب فالطريق إلى الرزق شنو؟ الزواج. ومن ترك الزواج مخافة الفقر فقد أساء الظن بالله. لا تسيء الظن بربك، الله يرزقك ويرزقها ويرزق الأولاد. وما أريد أدخل النساء، انتهت القصة. ذولا كانوا يقتلون أولادهم من شنو؟ خشيتهم. لكن زين، هذا الأول. الأمر الثاني أن النوع الإنساني بدون الزواج ما يمكن يستمر. ليش؟ ما يمكن يصير على هالطريقة هذه. طبعا تعرفون أن المجتمعات تتعرض إلى كوارث طبيعية بعض الأحيان، وبعض الأحيان بعض إبادات تصير للشعوب بسبب الحروب. يعني مثلا قد حارب تكلف 10 ملايين واحد، هاي شريد لها
يريد لها ولاده يعني مو بقد ما ياخذ الموت حتى يستمر. احنا عندنا بعض الحيوانات انواع من الحيوانات انقرضت لان ما استمرت مو. فالنوع الانساني لابد ان يستمر، فاما ان يستمر بطريقه صحيحه بطريقه الزواج وبطريقه الشريعه. وطبعا خلي بالك ترى ما اجت امه من الامم ولا الفطره ما تقبل بالعياذ بالله بالحرام بالزنا مو. هذا شاعر جاهلي شو يقول؟ يقول ناري ونار الجار واحدة. شوف شلون عندهم قيم. ناري ونار الجار واحدة وإليه قبل ينزل القدر، ما ضر لي جار أجاوره إن لم يكون لبيته ستر أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. يقول جاري ما يحتاج إلى باب، ما يحتاج إلى فردة بتعبيرنا، ما يحتاج إلى ستر. أنا إذا برزت جارتي طلعت من بيتها أنا أصير أعمى. هاي القيم، هذا القيم، هذه قيم جميلة وإحنا عشنا بعضها مو. بعض الناس كانوا، وأنا أتذكر بالعراق ما يتزوجون من جيرانهم، يقولون جارتنا أختنا مثل الأخت عندهم فما يقدر يتزوجها. وهذا طبعا شيء من العفة، والعفة للمجتمع زينة. لما المجتمع يصير مجتمع عفيف رجال ونساء الطرفين، لما يصير عفيف يصير مجتمع محترم، يصير مجتمع بقيم، يصير ببركة، يصير بخير مو. فإذن الأمر الثاني إن النوع الإنساني لا يمكن أن يستمر إلا من خلال الزواج. الأمر الثالث، أولا الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، يريد له واحد وياه يسولف وياه يحكي وياه يقعد وياه مو. الوحدة قاتلة إنسان. والشيء الثاني يريد لألف معاه، يعينه على الحياة، يقف معاه، يصبره. والمرأة الصالحة إذا كانت فعلا امرأة صالحة فعلا تصير سند الرجل. يعني مو هذه تروي الكتب هكذا، كتب التاريخ عن هاي المرأة اللي عندها ابن صغير مريض وكان زوجها يصلي خلف النبي صلى الله عليه وآله، راح صلى صلاة المغرب والعشاء خلف النبي صلى الله عليه وآله، مات ابنها، هذا كان مريض. فلما مات يقول رجع هذا إلى الدار ما أخبرته، ضمته لابنها خلته بفراغ قالت نائم، وقدمت له زادة وقدمت له ما يستحق من حقوق في الفراش. يقول الصبح قالت له فلان أنا عرفتك متدين لكن أكو خلة عندك، أكو عندك فتشيء نقص عندك. قالها شنو؟ قالت له إذا أعطيت أمانة تطمع بيها ما تقبل ترجعها، وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أحبب من شئت فإنك مفارقه، لازم تفارق اللي تحبه أبدا ما يصير تفارقه ويفارقك. على كل حال قالت له أنت هاي الصفة بيك الأمانة ما ترجعها. قالها كيف؟ قالت له هذا ابنك أمانة لو لا؟ شوف شلون قدمت مقدمة إله. وأنا أيضا مريت مو. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ما استفاد امرأة مسلم بعد الإسلام مثل ما استفاد امرأة صالحة. يقول المرأة الصالحة نعمة تأتي مكانتها بعد الإسلام. وأنا ذكرت دلهم، ما ذكرت أنا في عند الأخوة في أهل البيت، دلهم زوجة زهير بن القين هي اللي أخذت بإيده. زهير بن القين لما أجى الإمام الحسين ما كان يريد يجاوبه، لكن دلهم صاحت يا سبحان الله أيدعوك ابن بنت رسول الله ولا تجيبه؟
استجاب لزهير بن القين، وإذا وين صار؟ بمصاف الشهداء العظماء من أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه، اللي راح يحشر. تدري من يحشرون دول أصحاب الحسين ولا؟ يحشرون مع النبي. شلون؟ سواح يقول شلون يا النبي؟ الإمام الحسين وين يحشر يا من؟ وما يحشر بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حسين مني وأنا من حسين دنيا وآخرة هذه. هو الحسين ما مو يم النبي. زين الحسين هناك اللي يروح يم النبي يقولون دول أصحابي أنا متخلي عنهم، خيرهم غير مكان. ويا الحسين سلام الله عليه، فودته إلى أفضل الأماكن إلى الشهادة. فإذن المرأة إذا كانت صالحة تصير فعلا سند للرجل. فالرجل والمرأة يحتاج كلاهما إلى البعض الآخر، وكلاهما يكمل الآخر. فإذن هالأسباب بعد الأسباب هذه دفعت المشرع وكل الأديان. طبعا خلي بالك ما عدنا دين من الأديان ما حث على الزواج، وماكو أمة من الأمم إلا وكرهت الزنا. وخلي بالك حتى بالجاهلية ترى الأسر اللي مارست الزنا أسر وضيعة، ولذلك الأمويين وضيعين ترى. روح أقرأ تاريخهم، عندهم تاريخ ملطخ، ما أحب أذكره على منبر الإمام الحسين سلام الله عليه، كلش ملطخ تاريخهم من الأسر الوضيعة. الأسر العربية كانت حتى بالجاهلية المحترمة كان عندهم زواج، ولكل قوم نكاح، اكو شريعة. ولذلك احنا عم راجعنا وبعضهم شو يسألون بعض المسلمين شو تصور؟ يصور الدنيا كلها تصير لا لازم. يقول يجوز احنا نتزوج بامرأة افترض مو من ديننا، هذا يعني زواجها باطل على يعني باعتبار. يقولون لا علماء، يقول ليش ما يجوز؟ لا يجوز. المتزوجة النصرانية والمتزوجة اليهودية والمتزوجة من أي دين من الأديان، هذه متزوجة تجري عليها أحكام المتزوجة. ما يصير واحد وتعرف هذه محصنة يعني محصنة بالزواج. على كل حال، فالإسلام إجا أكد على قضية الزواج. بعد سوى خلى فد أسيجة تحفظ الأسرة من الانهيار، ووضع أسس للزواج، حتى أسس للزواج والاستمراره حتى ما ينهار الزواج. أول أساس قال اختاروا لأبنائكم فإن العرق دساس. هذا هو نقول إحنا، بس ما نتوقف عدة شوي، خلنا نتوقف عدة. أولا النبي صلى الله عليه وآله يأمرنا بالاختيار. اختاروا المن الحكي هذا؟ هذا الحكي للآباء، لأن يقول اختاروا المن لأبنائكم. فليش يعني يجي واحد يقول يا سيد أنا أريد أتزوج وهاي أم وأبوي ما يقولون افترض؟ وعدنا الحالات ها على شبابنا، سواء كان رجل ولد أو كانت ابنية، أنا أريد أتزوج، أنا لا أعيش وياها لو أبوي، أنا لا أعيش وياها أو أعيش وياها لو أمي. شلون هذا؟ مو أنت تجربة ما عدلك بالحياة. هذا الزواج قرار من القرارات المصيرية سواء للمرأة أو للرجل. شلون؟ تعال شوف للمرأة أكثر. أكل بعض الشيء يسأل يقول إيش معنى الإسلام يجيب لما تتزوج هذه البنت بطلت تريد تطلق وهذا ما إلا يقبل، إيش معنى هذا؟ ما هو العقد صحيح عقد مقدس ليس بيع وشراء، لكنه عقد كسائر العقود. بعتك اشتريت، زوجتك قبلت. أنت ليش بعت عدك؟ أنا أكني عدك موبيل، موبايل عدك، ويجي واحد يشتري من عدك تقول لا أنا بعك إياه، ورا ما يبيع ويشتري ويقول لك بعت واشتريت ووقع البيع شرعا يقول أريد أرجع. لا مو كيف بعد ما يصير. ولذلك صراحة نجي نشوف أن النبي صلى الله عليه وآله أكد على قضية تزويج البنت أيضا تختار على كيفك، تسأل تفحص
مو تجيبها وتذبها وبعدين تقوم تصيح تعال خلصوني. مو سهلة بعد. هذه قضايا الزواج، قضايا مصيرية، قرارات مصيرية. طبعا فوق كل هذا الكلام التوفيق. بعض الأحيان الإنسان مهما يكون ذكي، بس غب أحكي أنا، يعني أنا أقر به إنه وما توفيقي إلا بالله. ولذلك أنا شفت، ما أدري أي صلاة ما شايفها، لكن سمعتها من الشيخ المربي الفاضل الشيخ حبيب الكاظمي، يقول أكو ركعتين تصلى في كل ليلة بنية صلاح الأولاد. شنو هذه؟ يقول الأولى تقرأ فيها الحمد وإنا أنزلناه القدر، والثانية الحمد والكوثر، ومو طويلة هذه. أكو دعاء ندعو لهم أبنائنا، لكن أقول وضع الإسلام أرجع أسس. قال اختاروا، انتوا اختاروا الآباء، عاونوه. هذا شاب وقد يوقع وقع ما يقوم من عدها، ما يطلع من عدها. اختاروا لأبنائكم فإن العرق دساس. شنو يعني العرق دساس؟ النبي إذا قالهم الذولة ترى الجينات الوراثية تنقل كثير، مو بس الصفات الجسدية، مو بس لون البشرة ولا زرقة العيون وسواد العيون ولا افترض الشعر الأسود أو لا، أو الطول والقصر، لا، تنقل بعض القضايا الأخلاقية، بعض الصفات المعنوية، تنقل الكرم، تنقل الشجاعة. وإذا باكر يمكن أمر إن شاء الله على هالموضوع أفصله، شلون هذا، شنو نظرة دين الإسلام هالموضوع، هذا موضوع العرق أو الجينات الوراثية. إيش تنقل؟ تنقل الصفات المعنوية، مو بس الصفات الجسدية. فيقول ديروا بالكم من تختار، شوفها هذه منين، من أي بيئة، من أي أسرة، من أي مو. قال اطلب لي أو اخطب لي امرأة ولدتها الفحول من العرب. الشجاعة تنتقل عن طريق الجينات الوراثية. هذا الآن الجين الوراثي ينقل، والآن هذا صار علم كبير متسع. على كل حال، فإذا أول أمر قال اختاروا لأبنائكم فإن العرق دساس، وفي رواية اختاروا لأبنائكم فإن الخال أحد الضجيعين. وإحنا عندنا مثل بالعراق يقول ثلثين الولد على خالة، مو ياخذ فعلا. والساء في معركة الجمل، خلينا أمر عليها بعد، بمعركة الجمل لما دخل أمير المؤمنين للمعركة قدم الرأي بمن؟ بمحمد بن بكر. باكر أفصلها سطويلة. اتأخر، ما قدر يتقدم محمد بن بكر. صح أمير المؤمنين، قال تقدم يا محمد، أطن فيك عرق من أخوالك. شراد يقول لأمير المؤمنين، يقول لبني عبد المطلب شجعان ما يتوقفون بالحرب، أجدتك من الحنفية، هذا محمد بن الحنفية سلام الله عليه. فإذا أول أمر وضع هذا السياج. الأمر الثاني وضع سياج آخر، قال إياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال النبتة الخضراء في منبت السوء. شوف شوف الخلق النبوي، قال عن قضية غاية في الأهمية بس كلها كن عنها، كلها صارت كناية. إياكم وال يعني المرأة الجميلة، النبتة الخضراء هذه اللي منبت السوء، خضراء الدمن، يعني الدمن تعرفوا شنو السماد، براز الحيوانات. يقول أكو بيصير في النبتة هذا هواي خضرة وجميلة، لكن المحيط العايشة بيه شنو؟ آسن وصخ ونظيف. يقول دير باركم من عدها، لش شوف عيونها زرقة، لش شوف جمالها، لش شوف مالها، لش شوف حسبها، لش شوف نسبها، شوف دينها. فاظفر كما في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله،
فاظفر بذات الدين تربت يداك. العدها دين المرأة، العدها دين. هذا اللي مو هذا نوح ابن مريم، نوح ابن مريم هذا القاضي بزمن مروان ابن الحكم، عند جار مجوسي راح عليه قال له أريد أزوج بنتي، لمن أزوجها؟ قال يا سبحان الله، المسلمون يستفتونك وتقضي لهم وأنت تستفتيني وأنا رجل مجوسي؟ قال له لابد أن تقول لي، لازم أجاوب. قال له العرب يطلبون المرأة لنسبها، والفرس يطلبون المرأة لمالها، والروم يطلبون المرأة لجمالها، ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم يطلب المرأة لدينها، فانظر بمن تقتدي. تقتدي من تقتدي؟ من اللي تقتدي؟ تقتدي بالروم، روح دور جميل. تقتدي بالعرب، روح شوف أبوها شيخ عشيرة قبيلة لهم نسب، لأن الدنيا وما أضحى عليها على الفقر. المال روح اقتدي بالفرس. تريد تأخذ امرأة صالحة روح زين. بعد الوقت أخذنا بعد المسألة الثالثة، خل قواعد عامة من هذه القواعد. الكفاءة، أن تكون المرأة والرجل شنو؟ بعضهما كفء للآخر. مو عندنا حديث يقول؟ يقول لولا علي ما كان لفاطمة كفء آدم، يعني من آدم، آدم وما دونه، يعني مو بس بزمن فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الكفاءة شنو؟ الكفاءة يعرفوها العلماء اليسار، يعني أموره يسرة، والإيمان يوفر لها بقدر ما كان عندها أو أكثر، مو يجيبها غنية ثرية يجيبها ويحطها يقول هاي خبزة وكليها يابسة وهذا ثوبك وهذا بيتك، شلون؟ لا، أن يكون أكو يسار بالحال، وأن يكون مؤمنا، مو؟ لأن الكفاءة، الكفاءة هواي مهمة خاصة في زماننا، وحتى الكفاءة يا أخواني العلمية، يعني ما يصير تجيب لك افترض مثلا هو المؤمن كفء المؤمن، لكن بعد عندنا في حسابات شو يسوي له، يعني مثلا هي طبيبة وهو افترض مثلا ما بخلص سادس ابتدائي، ما يقدرون يتفاهمون، تظل تنظرنا إليه، مو هذه هذه زوجة الحجاج هند بنت النعمان، هذه كانت جميلة، وبنت النعمان يقول يوم نظرت إلى المرآة والحجاج ينظر إليها، هي تباوع النفس والحجاج ينظر إليها، نفسها جميلة ونسيب بعدها نسب، الحجاج كان دميما ذميما قصيرا أسودا ذا خلق سيء، يعني ما بيه شيء حلو، بس صار والي يقدر يأخذها. فيقول نظرت إلى المرآة فقالت وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تخللها بغل، فإن ولدت مهرا فلله درها، فإن ولدت مهرا فلله درها، وإن ولدت بغل فجاء به البغل. يقول إذا أجى هذا نظر إلها سمعها، نظر إليها أرسل لها كاتبه قال طلقها بكلمتين. شوف المرأة إذا كرهت الرجل شلون الذلة شو سوت لهذه. قال طلقها بكلمتين، فذهب إليها كاتبه قال كنت فبنتي، يعني كنت زوجة وأصبحت شنو؟ مطلقة. كنت فبنتي وهذا صداقك 200,000 درهم، هذا المهر مالتك دزتك إياه وطلقك الحجاج. قالت